très honoré de représenter le Sénégal et de faire et de participer dans ce carnaval que les Marocains ont organisé pour la participation des Sénégalais. Nous sommes heureux et on félicite tous les peuples marocains entre le frère Maroc et le Sénégal. Nous sommes très contents aujourd'hui. الدورة يعني متميزة بحضور مجموعة من الفرق على مستوى الجهة وعلى المستوى الوطني، والحمد لله هذا المورد ديال بوجلود، فاحنا هو من الهوية الأمازيغية ديالنا وكنخلدوه كل سنة وكنحتفلوا به. كما كتشوفوا المهرجان يعني لقى واحد النجاح كبير. حنا تديروا اذكر الله بلاد اللي مدة عدد سنوات اللي ورت لها بالجدود لها وبالعائله ديالنا، ومن بعد حتى الحمد لله هذا اللي تكتشفوا ديما كل عام تيكون ديفيلي وكل بطاقه تجي من البلدان الاخرين اللي تيشاركوا معنا في هذا الديفيلي ديال اللوحه الفنيه اللي معروفه. واش نقول لكم، هذا العام زعما راه شي حاجه مبرع وشي حاجه زوينه ديال بصح، وفرحنا مزيان، وحتى الناس جاو من البطاقه كلهم من تيزليت من تفرا ومن بعد المدن اللي بعيده. الدوره السادسه للكرنفال بين المول بودماول، الدوره اللي سميناها ولاده ديال الكرنفال، ولاده ديال الناس اللي كيخدموا في يعني في الكرنفال، الناس ديال المجتمع المدني، الناس اللي كيامنوا بهذا التراث. والشعار ديال هذه الدوره هو تصنيف بين المول بودماول تراث وطني. هذا هو من الاهداف اللي غتنضل عليها الجمعيه الاقليميه في الايام القادمه، على اساس الا كان الاعتراف به كتراث وطني غيحيدوا بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال العراقيل، وبالتالي غيخليوا الشباب اللي كنشوفوا دابا هنا شباب فنانه، يعني شباب اللي حاملين المشعل ديال الثقافه، باش يتم يعني عندهم امكانيات نرجعوا لهم الامل. ونتمنى السلطات المعنيه تاخذ هذا التراث ديال بيلمون بودماون كما كنشوفوا حنا كتراث المادي، كتراث ثقافي وطني.